اخوانا بنات الناس قبل ما تاخذوهم ما تهنهمش، عايز تتفرج عليه هانا بقى وجع القلب، روح عند محكمة الأسرة شوف بقى قفى الآباء وقساوة الأمهات. يعني واحدة بتاجي من مصر عشان تشوف عيالها، الأب ما راضيش يوريها عياله. بنات الناس أول حاجة مش لعبة للإهانة، بنات الناس دول أساسا إنك أنت خدتهم من بيت أبوهم مكرمين معززين، يبقى لازم في بيتك تعيشهم عيشة اللي هم كانوا عايشينها بس على كد ظروفك ماشي. هي وحشة وقليلة أدب ولسانها طويل، بأسلوبك أنت وحكمتك وعقلك ورجاحة عقلك تبقى في يدك زي البسكويت. ما توصلهاش لمحكمة الأسرة، ما توصلهاش للمشاحنات، ما توصلش إن هي تروح تشكي لفلانة والفلتكانة وحريم المياتم يبقوا واخدين الونسة عليك. مش معنى إنك أنت ظروفك على كدك يبقى إن الدنيا وقفت، الدنيا ما بتوقفش. وأنت يا ست الكل، مش معنى إن جوزك شغال كل يوم يبقى معاه فلوس وانت كمان برضه في نفس الوقت ما تحسسهاش انك انت الدنيا ده جايه كلها عليك. يعني الست ما بتحبش النفر الفقر يا سيدي. زي ما انت بتفكر في نفسك تشرب لك كوبايه شاي وسجاره، فكر ان هي عايزه تاكل هي وعيالها. مش معنى انك انت تروح لك ليله تصرف لك 200 300 جنيه في كلام فاضي وسجاير وتتفشخر بيهم قدام اصحابك، او تعزم صاحبك على القهوه ب 100 جنيه بيتك اولى به. خلينا في نقطتنا الاساسيه، محكمه الاسره حرام عليك لما ولدك يتربى ببيت جده، حرام يعني حرام ده يقول له نعل ابوك. والله مرتك حتزعل عليه قبلك انت، اه مش انت مزعلها ومروحها بيت ابوها؟ لكن لما باقي واحد يقول والله نعل ابوك، والله العظيم هي بتزعل عليك قبلك انت، لان هي برضه مهما انت كنت وحش هي برضه شايله الصبي اللي قاعد منك. ولدك ده لما بيتربى بينك وما بينك كده مع بعضيكم، العيل نفسه بيطلع عيل صلب، عيل ماكن. لكن الصعب في الموضوع حاجة واحدة، انك انت سيادتك لمجرد انك انت هي مريحتكش يومين، يا راجل دي قرفاني وسيرة البيت كلها تطلع على القهوة ومع اصحابك او اللي هم عاملين اصحابك. وانت يا ست الناس يا ريت بابك ده المسلسل اللي حصل بينك ما بين جوزك اخره الباب بتاعك. عايزة تشكي اشكي لابوك، ما تشكيش لامك. حتى امك لو كان قلبها عليكي لحتاجي عندك انت بالذات، وحيبقى نسيبها ده اوحش اوسخ خلق الله. حرام عليكم والله العظيم، في اطفال بتضيع. العيل لما بيروح المدرسه ويكون ابوه سايب امه نفسه بتتكسر. الخبور ما بيعرفش ياكل وسط اصحابه، لما بيكون عايزين يكرموه في المدرسه يقولوا له هات ابوك، ما بيعرفش يرد يقول ايه. وانت يا سيدي لما يقولوا لك مصاريف ولدك والنبي يا شيخ او مصاريف بنتك بلاش، يعني زي ما بتفتكر نفسك في علبة السجاير وفي كوباية الشاي وفي السندوتشين اللي بتاكلهم، افتكر عيالك دول اللي انت راميهم هناك دول اللي سايبهم في بيت جدهم. بتقول العيل الارض بتطلع، والله الارض ما بتطلع عيال اقسم بالله، الارض بتموت العيال، مش بتموتهم ان هي بتدفنهم لا، بس بتدمر مستقبلهم تماما. العيل بيطلع مشرد، فكره خالي من اي امل، والامل بمعنى صح منطفي منه. فنصيحة لوجه الله سبحانه وتعالى يا شيخ، راعي بيتك. وانت يا ست الناس راعي بيتك، لو لقيت جوزك جاي تعبان من الشغل معلش اشربي لك شوية مية واقفي لبقك عليهم، وحاولي انك انت تبقي المخدة الناعمة اللي ريح راسه عليها، ما تبقاش الجريدة ام السلاح اللي هتخش في مخه وتقم. وانت يا باشا جاي من شغلك تعبان، حاول برد تفصل ما بين بيتك وما بين شغلك. هي برضه كمان ليها حق عليك، النهار كله في مواعين وغسيل وطبيخ ومناهة مع العيال، محتاجاك انت بالليل الصدر الحنين اللي انتوا تتدفوا فيه مع بعض. ربنا يصلح حالنا جميعا ويعمر بيوتنا وبيوتكم ويكفينا ويكفيكم شر الخراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.